السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معنا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. واليوم غادي نشارك معكم ان شاء الله وصفة الحرشة المغربية، جد لذيذة وسهلة التحضير بمكونات بسيطة. اجيو معنا نشوفوا الفيديو باش تتعرفوا على المكونات والطريقة ديال التحضير. وغادي نبداو بالصلاة والسلام على حبيبنا محمد. وكمكونات غادي نحتاجو جوج لايف ديال السميدة ديال الحرشة، عندنا جوج معالق ديال الزبدة كبار، معلقة كبيرة ديال العسل، وغادي نحتاجو واحد 7 غرام ديال خميرة الحلوة، نص كاس ديال الزيت والماء باش نجمعو الخليط. غادي ناخدو اناء نوضعو فيه السميدة جوج لايف مع جوج معالق ديال الزبدة كبار، رشة ديال الملح على حسب الذوق، نص كاس ديال الزيت نباتية. وغادي نبسو هذيك السميدة مزيان مع داك الزيت والزبدة. بعد ما غادي نبسو السميدة مزيان كيف ما كتشاهدوا، ندمجو جميع المكونات مع بعضياتهم. غادي نضيفو معلقة كبيرة ديال العسل، وغادي نزيدو 7 غرام تقريبا ديال خميرة الحلوة. هذيك الصاشية فيها 14 غرام، يعني درنا نص ديالها. ونحركو جميع المكونات جيدا، وغادي نضيفو الماء باش نجمعو. واحد الملاحظة مهمة، هنايا ما كنعجنوش هذيك الحرشة، كنجمعوها غير بأطراف الأصابع. نبقاو نضيفو الماء بشوية بشوية ونجمعو. غادي نجريوها واحد شوية تجي شوية جارية، وغادي نسدو عليها الغطاء ديالها، نخليوها ترتاح تشرب واحد 5 دقائق تقريبا. عاد من بعد غادي ندوزو باش نطيبوها. بعد ما ارتاحت 5 دقائق، عندنا المقلاة كتسخن فوق من العافية، نار متوسطة، ودرنا هنايا ورق الفرن. وغادي نبداو نقرصو عليه الحرشة ديالنا بهذه الطريقة، نضيفو شوية، نرشو السميدة من الفوق ونقرصو، نحاولو نقدوها مزيان من الجناب ومن الفوق باش تجي متساوية. بعد ما قدينا الطبق الفوقاني غادي نقلبوها على ديك الجهة التحتانية ونقادوها بنفس الطريقة، نرشو شوية ديال السميدة ونبقاو نقادو الجناب ومن الفوق. صافي، بعد ما قادينا الحرشة غادي نديروها فوق من المقلاة طيب، نخليوها حتى طيب لينا مزيان من التحت وتحمر. النار خاصها تكون متوسطة باش تحمر لينا مزيان وطيب لينا من الداخل. نخليوها، ودابا غادي ندوزو نقلبوها على الجهة الفوقانية. بعد ما قلبناها كتاخد لون زوين طابت من جميع الجهات، ونخليوها تطيب من التحت ونقدموها بالصحة والراحة. وصفة جد بسيطة وسريعة وبمكونات بسيط. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحريشة بعد ما طابت. أتمنى يعجبكم الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.